أهداف ستجعلك تحب كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تسجل الكثير من الأهداف، وهناك أهداف شيقة وممتعة مع انطلاقات جميلة للغاية تجعل قلبك يخفق بسرعة وتشعر أنك تريد المزيد من هذه المتعة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أهدافا ستجعلك تحب كرة القدم. لنبدأ. هنا اللاعب لوكاكو ينطلق بالكرة بسرعة عالية ويقوم بمراوغة المدافعين أمامه، ثم يقوم بتسديد هذه الكرة لترتطم بالقائم وتدخل هدفا مميزا جدا. شاهدوا روعة هذه التسديدة الرائعة من لوكاكو. هنا لاعب توتنهام سونغ وبسرعة يأخذ هذه المرتدة وينطلق بالكرة من أمام مجموعة من اللاعبين الذي تخطاهم بطريقة رائعة ليأخذ انفرادا ويسجل هدفا هو الأروع في مسيرته. في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين فالنسيا وريال مدريد، يستغل توني كروس تقدم الحارس ويباغته بهذه الكرة من هذه الركنية التي التفت ودخلت هدفا في الشباك. ويليان يتقدم بالكرة ويراوغ لاعب توتنهام بهذه الطريقة الجميلة ويسدد الكرة بكل قوة لتلتف وتدخل هدفا رائعا. هنا لاعبي ليفربول وبعد دربكة في الدفاع وصلت الكرة إلى محمد صلاح بهذه الطريقة ليقوم بهذا الكعب الجميل الذي يجعل الكرة تدخل بين أقدام هذا المدافع وتدخل هدفا في الشباك. هنا لاعبي يوفنتوس يتلاعبون بالدفاع بهذه الطريقة وهذه التمريرات، وهنا ديبالا يستلم الكرة ويراوغ وبوجه القدم، هدف مميز ورائع جدا. في هذه المباراة وبعد أن أتت الكرة إلى هذا اللاعب فقام بتسديدها بهذه القوة لتلتف وتدخل في الزاوية 90، هدفا في غاية الروعة حقا. في مباراة الكلاسيكو وبعد 20 ثانية من دخول مروان دياز إلى الملعب يقوم باستلام هذه الكرة ويتقدم أمام المدافعين ويسجل هدفا رائعا جدا. نيمار وفي آخر دقيقة من المباراة قام بتسجيل هذه المقصية ليهدي الفوز إلى فريقه في آخر لحظات من المباراة. شاهدوا روعة هذا الهدف الرائع والمميز. في أول مباريات الليغا بين برشلونة وأتلتيك بلباو يسجل أدوريث هذا الهدف الرائع من هذه المقصية. انظروا إلى روعة هذا الهدف وكيف تم تسجيله من اللاعب أدوريث. من قصية في غاية الروعة بعد أن وصلت الكرة إلى لويس سواريز ليسجلها هدفا في الشباك. هنا لاعب مانشستر سيتي يتوغل بين دفاع مانشستر يونايتد ويسجل هذه الكرة في الزاوية 90 تماما، هدف أقل ما يقال عنه إبداعي للغاية. هنا ديبالا وبمجهود شخصي ينطلق بالكرة ويقوم بهذه الالتفافة الرائعة ويسجل هدف على طريقة لوب مميز جدا. انظروا إلى الروعة والجمال في هذا الهدف المميز. هنا لاعب تشيلسي يتوغل بين المدافعين بهذه الطريقة الجميلة ويسجل هدفا على يسار حارس ليفربول بهذه الطريقة المميزة للغاية. تصل الكرة إلى اللاعب كيفين دي بروين فيقوم بترويضها على صدره بهذه الطريقة، ثم يقوم بتسديدها صاروخية ترتطم بالعارضة ثم تدخل هدفا. انظروا إلى الجمال والإبداع في هذه الكرة. بعد أن وصلت الكرة بهذا الشكل إلى لاعب ليفربول قام بضربها صاروخية قوية جدا تسكن شباك هذا الحارس. شاهدوا هذا الهدف كيف دخل بهذه الطريقة المميزة. ينطلق لاعب أرسنال بهذه المرتدة السريعة على لاعب تشيلسي، فانظروا إلى خطأ المدافع
كيف أعطى المهاجم فرصة انفراد تام ليسجل هذا الهدف المميز. تصل الكرة بهذا الشكل إلى باولو ديبالا ليقوم بتسديدها على الطائر بهذه الطريقة الجميلة لتلتف الكرة وتدخل هدفا رائعا جدا. مرتدة جميلة للغاية من لاعبي ريال مدريد، فانظروا إلى التنظيم الرائع للغاية، انظروا إلى هذه الانطلاقة وكيف وصلت الكرة إلى فالفيردي لينطلق ويعطي الكرة لمودريتش ليضعها في الشباك. هدف مميز ورائع للغاية من لاعب مانشستر يونايتد، فانظروا كيف تخطى المدافعين أمامه بهذه الطريقة ثم سدد الكرة بهذه القوة لتدخل هدفا في الشباك. هنا في هذه الهجمة لفريق مانشستر سيتي شاهدوا هذه الدربكة بين المدافعين وكيف وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليلتف بهذه الطريقة مراوغا الدفاع ثم سدد كرة قوية جدا لتسكن في زاوية ضيقة للحارس وتدخل هدفا رائعا. تسديدة في غاية الروعة من لاعبي بروسيا دورتموند بهذه الطريقة، انظروا كيف أسكن الكرة في الشباك بهذه الروعة. بعد أن وصلت الكرة من الدفاع إلى لاعب واتفورد يقوم بترويضها على صدره بهذه الطريقة ويسددها بكل قوة لتدخل هدفا يعد من الأهداف المميزة والرائعة جدا. شاهدوا لاعب مارسيليا كيف تلاعب بالمدافعين ومن زاوية ضيقة قام بوضع هدف مميز في الشباك. انظروا إلى التفكير الرائع والحدس المميز في تسديد الكرة. كما ترون هنا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن وصلت إليه الكرة قام بتسديدها ثم صدها الحارس فعادت إليه وراوغ الحارس والمدافعين بهذه الطريقة ثم رفع الكرة على طريقة لوب فوق الحارس والمدافعين. هدف مميز جدا. انظروا إلى جمالية هذا الهدف الرائع من لاعب ليفربول وكيف التفت الكرة مقوسة بهذه الطريقة وسكنت في الزاوية 90. هدف جد مميز حقا. هنا اللاعب باتريك إريك أوباميانغ يقوم بهذه المقصية الجميلة بعد أن وصلته الكرة. هدف مميز ورائع من اللاعب أوباميانغ. نعتاد على الأهداف المميزة من ديبالا وهذه إحداها، فانظروا كيف قام بتسديدها بهذه الطريقة الرائعة لتدخل في الزاوية 90 لهذا الحارس. هنا مبابي ينطلق بالكرة من وسط الملعب ويصل إلى خط الدفاع فيقوم بهذه المراوغة الجميلة وينطلق بالكرة ويقوم بتسجيلها هدفا مميزا جدا. شاهدوا روعة المراوغة والتسديد من ضربة حرة ثابتة ومن زاوية ضيقة. اللاعب باولو ديبالا يقوم بتسديد هذه الكرة الرائعة لتدخل في شباك هذا الحارس. تفكير رائع في كيفية تسديد الكرة ليربح في النهاية هدفا مميزا. تبادل رائع بالكرات بين هيغوين وديبالا بطريقة تناغم رائعة للغاية لتصل الكرة إلى هيغوين في النهاية ويضعها هدفا في الشباك. بعد مراوغة من هذا اللاعب قام بتعريض الكرة لتصل إلى قدم الرائع كيفين دي بروين ويقوم بتسديدها صاروخية لا يستطيع الحارس رؤيتها وليس صدها فقط. هدف رائع جدا. الأهداف الرائعة والمميزة تكون هكذا، يجب أن تتعلم من كريستيانو رونالدو. فبعد أن وصلته الكرة قام بتسديدها من لمسة واحدة لتلتف بهذه الطريقة هدفا رائعا جدا. هنا تصل الكرة إلى كوتينيو وبطريقة جميلة جدا يقوم برفع الكرة لتسقط في الشباك هدفا في غاية الروعة. أحد أروع وأجمل الأهداف من وجهة نظري شخصيا، إنه هدف إعجازي. انظروا إلى هذا الكعب الجميل من لويس سواريز وكيف التفت الكرة ودخلت هدفا في الشباك. ارتقاء جد مميز من كريستيانو رونالدو، فانظروا إلى هذا الارتقاء الذي وصلت به الكرة إلى رأس رونالدو ليضع هدفا في الشباك. هنا لوكا مودريتش بعد أن وصل إلى منطقة جزاء فالنسيا يقوم بمراوغة اللاعبين وهم يغطون على الحارس، قام بوجه قدمه بوضع الكرة بالشباك بهذه الطريقة الجميلة. في ليلة خروج بطل النسخة السابقة ليفربول، موراتا يسجل هذا الهدف المميز بعد تمريرات بينه وبين صديقه ليقصى ليفربول من المسابقة بهذه الطريقة.
إن تكلمنا على الأهداف الرائعة والمميزة يجب ذكر ملك اللعبة ليو ميسي، فشاهدوا هذا الهدف الذي اخترق به الدفاع بطريقة مميزة ورائعة وذكاء كبير، وقام بتسجيل الكرة من فوق الحارس بهذه الطريقة الرائعة. هنا كريستيانو رونالدو يقوم ببناء هجمة هو وصديقه، فشاهدوا سرعته في الانطلاق وأخذ الكرة، وقام بمراوغة اللاعب الذي أمامه وسجل هدفا رائعا. هنا لاعب مانشستر يونايتد يستلم الكرة بهذه الطريقة ويقوم بترويضها، فشاهدوا روعة هذه المراوغة وتثبيت الكرة ثم تسديدة قوية تسكن في الزاوية 90 للحارس. هل شاهدتم صاروخا يمر؟ إنه اللاعب أرثر ميلو استلم الكرة هنا وقام بتسديدها بكل قوة لتدخل في الزاوية 90 مباشرة لحارس فريق فياريال. أحد أجمل وأروع أهداف فريق ريال مدريد وبالأخص للاعب توني كروس، فشاهدوا هذا الهدف الرائع على فريق سيلتا فيجو وكيف قام كروس بهذه التسديدة المميزة ليحرز هدفا مميزا ورائعا جدا. على طريقة كريستيانو رونالدو، اللاعب راشفورد يقوم بوضع هذه الكرة الجميلة من ضربة حرة ثابتة في شباك هذا الحارس. ليو ميسي يستلم الكرة ويلتف، ولدغة رائعة في الشباك وهدف مميز. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.